يا ريت ابويا كان لسه عايش. حاجات كتير كانت هتتغير. انت عارف لو عرفتني وسط اهلي كان ممكن. ممكن ايه؟ تقدم لك مثلا؟ وكان ممكن ارفضك مثلا. بعدين بقى. بعدين في ايه؟ فيكي عامله زي ما تكوني طلعتي لي من تحت الارض، بقالي شهرين مورايش غيرك. هو انا مضايقاك قوي كده؟ انت فاهمه انا قصدي ايه؟ لا مش فاهمه. انا بقيت مركز معاكي في كل حاجه، عايز اعرف كل التفاصيل عنك، الحلوه قبل الوحش. الدنيا دي غريبه جدا. انا بفكر لما كنتش عرفتك، قصدي يعني عرفتكم، كان ممكن ايه اللي يحصل لي؟ عادي جدا، كنت هتقابلي ناس تانية ويمكن احسن مننا كمان، او كنت شفت شر كان هيأذيني. انا عارفه ان انا مش هقعد معاكوا هنا كتير. انت عايزه تمشي؟ لا انا عايزه افضل معاك، قصدي يعني معاكوا. معاك ولا معاكوا؟ هو انت ليه عملتني كده اول ما جيت عندكوا؟ يمكن كنت خايف يحصل اللي انا فيه دلوقت. اللي هو ايه؟ لبنى يلا انزلي، عايزيني. يلا جايين. انا هنزل تحت.